علاقتنا مع مصر يعرفها الخاص والعام أنها علاقات وطيدة، أنها علاقات أخوية قوية بنيت على أسس قوية جدا في نضالنا المشترك منذ أكثر من 70 سنة. شاركنا مع بعض في الدفاع على مقومات الأمة العربية، وأغتنم هذه الفرصة نتاع الذكرى 70 لاندلاع الثورة الجزائرية المجيدة لأشكر مرة أخرى أخي السيسي ومن خلاله كل الشعب المصري وكل من ساهم آنذاك في مساعدة على انطلاق الثورة تعالوا.